الناس ملي تنتكلموا على التهاب ديال الجيوب الانفيه تكلمتي على ان اللون ديال المخض كيتغير اللي كيكون على مستوى الانف، واش كاين اعراض اخرى؟ واش ملي تيكون هذه الجيوب الانفيه ملتهبه واش فعلا كتجيب سخانه او لا؟ كنعرفوا ان هذه الامراض هذه اللي تتجي على مستوى الاذن الانف والحنجره كتكون ليه ببعضياتها وتتكون تم تشابهها في الاعراض. هنا ملي كيكون داك الاحتقان او داك الالتهاب على مستوى هذه الجيوب الانفيه اشنو الاعراض اللي كتبان؟ واش كتختلف عند الصغار والكبار او نفسها؟ الوغ ايفيكتيفمون كنهضر على الصغار هما الاولين عند الكبار، لان الصغار اول جيب انفي كيكمل النمو ديالو هو هذا الجيب الانفي كتسميوه لي تمويض اللي كاين بين العينين، كاينين جوج هنا. دونك الاطفال ملي كتجيهم لا سينوزيت كنخافوا من هاد لي تمويضيت، كتسمى لي تمويضيت. ملي كيجي عندك الدري صغير وكيبان لك النيف ديالو خضر الام عوينه كتخاف يتكومبليكا مشاكل في العين، لان هذاك لو سينوس بينو بين العين غير واحد العظيم صغير عند الاطفال كيكون ديك الساعه باقي دري صغير باقي ما تكونش داك النمو ديال العظم ديالو. دونك كيبدا يتمويديت شنو كيبان لينا؟ ان الزاويه الداخليه ديال العين كتنفخ، سمحنا لونغل انترن ديال العين كيبدا تيتنفخ. دونك خصنا نديرو نشكو في لا سينوزيت وندومونديو لذاك الطفل سكانير لانه كيحتاج بعض المرات انه ياخذ دواء في الاستشفاء. وكنخافوا من لي كومبليكاسيون على العينين، شنو هما الحوايج اللي غيجيو في العينين؟ مثلا كاين اباء ما غيردوش البال لهذاك الانتفاخ اللي كاين في ديك البلاصه وغادي يجيو حتى تولي الجفن الفوقاني منفوخ والعين مسدوده. دونك كيكون تاثير وبعض المرات كيقدروا يوصلوا في مرحله متاخره. لانه واش كيتكومبليكا الواحد لوديم وانتفاخ في العين وبعض المرات كيولي ابسي وسط العين هكاك. دونك ما حدك انت كتعطل وتقدر حتى العوينه ديالنا تمشي لينا. دونك خاص يكون دائما الاباء سورتو الاطفال اللي عندهم مشكل ديال الجلود واللي عندهم مشكل ديال الحساسيه. نعم. دونك كيقدر يتكومبليكا ليهم غير هذاك لو ريم نورمال الانسونيزيت. دونك هذا سي خاص يكون واحد بحال رساله للاباء للاطفال ديالهم. الدري ديالك النويف ديالو ضربوا البرد سيمانه تتبان لك الدري باقا الخضوريه، انت كتعطيه التريتمون الدري ما كيتشافاش، العوينه كتبان لك كتحمر ولا الجفن ديالها تيحمر ولا بين العينين حمر هذيك البلاصه ولا منفوخه. ضروري خاص هذاك الدري يدي عند اخصائي لانه يقدر يطلب ليه سكانير باش يبين ايفيكتيفمون راه التهاب ديال داك الجيب الانفي ويمشي الطفل يحتاج بعد المرات الا كان الميكروب طالع ولا كاين ريسك على السكانير يقول لنا واش باقا غير في الجيب الانفي ولا وصلت لنا موركه لنا على العين غير بالانتفاخ ولا بلوديم ولا واصل كاريمون لهذاك لابسي. دونك هذا حاله. دونك بالنسبه للكبار وكاين حتى هما كيكون عندهم الم قدام الجيب ولكن الانفي ولكن من غير هذا العرض ديال ان الوليد نيفو كيكون مخنوق وهاد المسائل كلها، واش كتكون ارتفاع ديال درجه الحراره؟ كتكون درجه الحراره سايلان ديال الانف الوغ كتقدر تكون ريحه كريهه في نيفا ديال الانف في الفم ديالو ولا في الانف ديالو. لان الا كان كبير كيقولها لك كيقول لك انا الداخل ديالي ملي كنسرد كنشم بحال شي ريحه ما زوينهاش كنسميوها حنا لاكوكا سمي. الدري صغير يقدر ما يقولهاش لك ولكن انت ملي تكون حدا تتشمها النيف ديالو كيدوز بالخضوره، الم في الراس، ارتفاع درجه الحراره. دونك هادو كاملين اعراض كيكونوا عند دونك اعراض اللي كتكون باينه يعني باينه. بالنسبه للكبار حتى هما نفس الحاجه كيكون الام بالنسبه للبلاصه اللي فيها الجيب الانفي وكتقدر بعد ما تكاع تكون مزنقه صافي جاك بالك واحد حنك مزنق على حنك ما مزنقش. حراره سيلان بعد مرات ما كيكونش سيلان لان يقدر يكون من الداخل. حنا دابا سيلان ديال الانف يا كيبان لنا خارج المخاط يا كنقدروا نسرطوه هو اللي كيعطي لك الاحساس ديال بحال ريحه خايبه كيقول لك كنسرط شي حاجه ما هياش. ولا ملي كيقول لك الكبير كيحدد لك هذه النقطه تيقول لك ملي كنحاول نسجد سبحلا شي حاجه بغات تخرج ليا شي ما شي حاجه ثقيله كنحس بها في الوجه ديالي وكيعطيك المكان صافي دير شنو هذاك الجيب الانفي خاصو يكون خاوي ديك الساعه عامر بهذاك المخاط اللي معفن وكيعطي هذاك الاحساس ديال الالم. نعم. حتى هو كتكون ارتفاع درجه الحراره حتى هو تكون ارتفاع درجه الحراره وسيلا في الانف والماء تيكون خضار. وهاد الالتهابات ما قلناش كيقدروا يكونوا سوا بكتيريا في الاول فيروسيه هي باش تكون ضاربك غير البرد صافي غير الماء كيسيل البيض، ولكن الالتهاب الجيب الانفي كيقدر يكون بكتيري ولا فطري لان كاين حتى الفطريات اللي كيعطيو التهابات ديال الجيوب الانفيه. نعم. مضاعفات عند الناس الكبار التهاب ديال الجيوب الانفيه كاين شي مضاعفات؟ بيان سور، لان الا كان على حسب شمن جيب انفي. الا كان جيب انفي اللي في الجبهه ديالنا كيقدر يكون عند الصغار ولا الكبار كيعطينا لا مينانجيت لانه تحت الراس نيشان داك العظم كان نيجليجي وما كان تخيطيوش يقدر يعطينا لا مينانجيت. الا كان في الجيوب الانفيه حتى هما اللي حدا العين يقدر حتى هو يعطينا مشكل ديال العين. الا كان في الجيوب الانفيه اللي الماكسيلار اللي كاينين في الحنك كيقدر يعطينا لا سيلوليت. شنو هو السيلوليت؟ هو هذاك الالتهاب كيمشي لنا للحم وجلد العضله واللحم ديال الحنك ديالنا لانه ما تخيطاش مزيان يقدر يعطينا التهاب.
و بيان سور اذا كان شي حد اللي عنده مشاكل مثلا اطفال صغار ولا عندهم سكر ولا مشاكل عندهم فقدان المناعه المكتسبه ولا امراض اللي تطيحوا المناعه تيقدروا يعطيهم بزاف ديال المضاعفات لانه كيكون كاينه بكتيريا والجسم ديالك اصلا ما قادش يدافع عليها واحد كبير وكيعطيه بزاف ديال المشاكل دونك اللي ما عندوش المناعه كيكون عنده اعراض اكثر دونك حنا شفنا غير الالتهاب ديال الجيوب الانفيه حنا كنعرفوا ان بزاف الناس ملي كيضربك البرد تتكون واش سي نورمال انك تكون جهه ديال الانف مخنوقه وجهه لا كتبدا بحال هكا في الغالب الوغ ولا كيتناوبوا الوغ شنو هو السبب في هذوك في النيف ديالنا كاين عندنا واحد ثلاثه الحيمات اللي هما لي كورني اللي هادو هما الدور ديالهم هما اللي كيرطبوا لينا الهواء وكيسخنوه ولا كيبردوه ولا كانت شي حاجه كتلصق فيهم فوالا دونك هادوك الحيمات هما اللي كيتنفخوا ملي كيضربنا البرد ولا كتكون عندنا مشكل حساسيه كيتنفخوا هذوك لي كورني هما اللي كيعطيو هذا الاحساس فوالا تيجي لك المريض ملي كنبغي نتكا الا كنتكي على الجهه كتسد التحتانيه وملي تدور على الجهه الاخرى كتسد دونك هذيك كيتنفخوا هذوك الحيمات هما اللي كيعطيونا داك الانسداد وما نساوش نشيروا لواحد النقطه هذا التهاب الجيوب الانفيه سورتو اللي كاينين في الحنيكات المشكل الاول ديالهم قبل من لاغينيت ولا لاغريب هو المشكل ديال السنان لان الجدوره ديالهم كيكونوا داخلين لينا داخلين في هاد العظمه فالعظم مع الجيب الانفي دونك اللي عنده شي درصه ما متريتيهاش مزيان ولا مهرسه ولا معفنه كيعطينا المشكل ديال الجيب الانفي سورتو ملي كنلقاو غير داك الجيب الانفي بواحد اللي متضرر وداك المريض كيبقى يرجع ليه ضروري خصنا ندومونديو ليه واحد لا راديو بانوراميك ديال السنان ونشوفوا السنان ديالو لانه الا ما تريتاش السنه ما يمكنش نتريتيو لا سينيزيت راه كنقولوها دائما ربما هاد الاجزاء اللي في الذات ديالنا خاصه الانف والاذن والحنجره لي بعضياتهم داكشي يعني داروهم تخصص واحد وتخصص واحد نرجعوا نتكلموا على واحد النقطه اللي ولينا تلاحظوها بزاف هي دوك الشعيرات ديال الانف او بين قوسين الزغب اللي تيكون في النيف واش عنده شي وظيفه او لا واش مهم او لا الناس اللي كتحيدوا واش سي نورمال او لا ولكن اجي نتكلموا على الشعر اللي تيكون في الانف كنشوفوا دابا كنا كتوصلنا المعلومات اللي عندنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الشبكه العنكبوتيه كيف كيسميوها يعني كنشوفوا دي فيديو ديال الناس كتحاول انها تحيد هذا الشعر اللي في الانف سواء الرجال اللي تيكون عندهم كثير وكاين حتى النساء اللي عندهم حتى هما واخا بنسبه قليله اجي نهضروا على الوظيفه بعدا ديال هذا الشعر وي ما كاينش شي حاجه في الذات ديالنا تحطات هكا كعبه سبحان الله نهضروا بعدا على الوظيفه ديالو الوغ هذاك الشعر عنده دور ديال انه كيفيلتري كيحبس لنا الميكروبات ويحبس لنا مثلا اللي عنده الاليرجي لي بولين داك اللقاح واذا كان شي حشرات اي حاجه اللي غتقدر تبينيتري لنا النيف ديالنا تتحبس تماك باش ما كتوصلش بحال كيفيلتري باش ما توصلش للجيوب الانفيه وما توصلش لنا القصبات الهوائيه العليا دونك هذاك الزغب اللي كاين تماك عنده دور ماشي خاصنا نحيدوه